كرة ترجع مرة أخرى للفريق المصري، فماش تسلل وضرب الهدف الأول، الهدف الأول للفريق المصري، فماش تسلل محمد صلاح في الدقيقة 14 في نفس توقيت هدف فخر الدين بن يوسف يسجل الهدف الأول المباراة. المنتخب المصري على بعد هدف من الوصول والتأهل إلى غير الاستواء. أول هدف يقبل الفريق التونسي من ماتش بوتسوانا في المونستير في 6 سبتمبر الماضي. هنا الكرة، هل هناك تسلل أو لا؟ المساعد لا يرفع الراية، هو الكرة في الجول من هذه الزاوية مش ممكن نكتشف ونحكم، ولكن صلاح ولكن الدفاع المصري متفتت بامتيازه. ملا غلطة وناطر، ناطر خارج كرة وعبي الخزري وفرصة كبيرة، هدف التعادل، هدف التعادل، شيخة ياسين الشيخاوي، 7 دقائق لعب في الشوط الثاني. ملا غلطة غلطة كبيرة برشا، غلطة قاتلة من أهدى التعادل لتونس، وبعد ممكن برشا التأهل للفريق المصري. هدف التعادل النصور في 5 أهداف بالتصفيات في الحفاظ على سجل الكلين شيت هو متاع الأهداف، فما نستعيره لمتاع الهزايم. يكبس روحك أنت وبقية الرفاق وبقية الرفقاء. هنا الكرة ملا غلطة من الدفاع، ملا هدية من الدفاع، وهبي يتباطى فيها، شيخاوي جات قدامه، حضري بالخبرات والوهبي بالمهارات، الوهبي مع عصام الخزري أو الحضري يمشي بالكرة، وهبي الخزري حطاله، الله ما شاء الله، تبارك الله، الله الله، يا ما شاء الله، يا تبارك الله، يلا بالتوسي، 5 وخميس عليك يا الخزري، 5 وخميس عليك يا الخزري، اخزر وتفرج وصلي على النبي. 2-1 للمنتخب الوطني. الهدف الثاني وهبي الخزري في نفس استاد يوما بوتسوانا ويوما القاهريين. 2-1، هدف جميل من القلب قبلة ومن أضلاع القلب تشجيع ومن الشفاه قبلة على الجبين. الله يا ولدي يا الخزري، ما أروعك يا الخزري يا وهبي. الهدف الثاني